مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في بث مباشر جديد. اليوم معنا عائلة من سباتة، ولدهم مختفي، خرج في شهر 7. الاسم ديالو سعيد العيوني، مريض نفسانيا، داو للطبيب والتعالج، وملي خرج ما بقاش كيشرب الدواء ولا كيتوهم، تيقول لعائلته انا في الجن. عائلته مخلوقين ليه. دابا نتعرفوا عليهم اكثر ونعرفوا المشكل بالضبط. مرحبا سيدي، وشنو المشكل؟ انا الاخ ديالي اكبر مريض مرض نفساني، جاي شي مده 35 عام وما يزيد. كان في الاول متبع عند واحد الطبيب، كان يشرب الدواء، كان بخير. مؤخرا شي واحد قطع الدواء، مابقاش كيما هو، ولا بحال شي ولينا نديو يعني للسبيطار، يخرج يقول لك الدواء هلكني، قضى عليا. كانوا ديجا الدار داو لبويا عمر. مؤخرا مشي نسولو، تيقول لك انا رفيه جن جمعيه من بويا عمر، هو اللي محكم فيه، هو اللي يدير فيا هادشي. كل عام دابا جايه مده 10 سنين تتصل قشه العيد، هذا العيد تيخرج وتيرجع، ولكن هذه المده طول بزاف. تيقول لك انا محكم فيه الجن، هو اللي تيخرج قشه العيد. دابا هذه المده هذه طول بزاف. هو الاوصاف ديالو راه دابا الصوره ديالو غنوريها لكم. دابا هو راه دابا راه ضعاف ورقاق ودير اللحيه وتيكمل كارو بزاف ودار فوقيه. مشينا لليساس، مشينا للولفه، قال لنا شناه في ليساس وحي حسني. وكي مؤخرا مشينا مدينه قديمه، اكدوا للناس انه شافوه في مدينه قديمه. ما كانش مخاصم معاكم؟ لا، ما كان مخاصم معنا ما والو، كان بخير، كان يكمل الدار وكنا ندير ليه خط. انا تفاجات، قالت لي الوالده فاطمه الصباح، قالت لي راه خرج مولف عادي، شي خرج بعض المرات كان يصلي الفجر و تيرجع. ولكن مؤخرا طول الغيبه، مولف تيخرج، مولف لقيت العيد تيخرج و تيرجع. ولكن مؤخرا طول الغيبه بزاف. قلتي لنا مابقاش كيبغي يشرب الدواء ديالو. مابقاش باغي يشرب الدواء، قال لك الدواء تيضرني. تيقول لك لا عطيني نشرب نص فاني. داك في الاول متباش طريط مني، مكتب ليه اللي كاتب ليه الطبيب خصو يشربو في الصباح ولا الغدا. انا تيقول لك لا، انا لا الدور ولا الدرني في كرشي وفاني، مابقاش باغي يشرب الدواء كما هو. كي دايرين صحابو؟ صحابو كان مصاحب مولد الدرب كريم، كان يلعب كورة، تمشي على القهوة. ملي مرض نفساني تمشي للقهوة وتيجي. مشى شوية ويجي، شوية ويجي، شوية ويجي، شوية ويجي، شوية ويجي. ولكن مؤخرا زاد لي الحال. الحال ما ريحش هو كاع، ما تريحش بزاف هو في القهوة ولا في أي بلاصة، ما ريحش فيها بزاف. هذاك الشيء اللي فيه. ما مجوش؟ لا ما مجوش. كي دوزتي على لالا؟ انتي ماما. كي دوزتي العيد بلا ولدك؟ واش وقاو كان ما كاين عيد مع سعيد ملي غايب. توحشتي؟ ايوا توحشنا ضروري. الرقم ديالكم اسيتي؟ الرقم الهاتف انا نقول لهم 06 55 20 91 22. اكثر الناس اكثر انه في المدينه القديمه. المهم اللي شافوا في المدينه القديمه وشاف ديك الاوصاف، قلت لي انه رقيق وعنده اللحيه. هاي الصوره ديالو، هاي الصوره ديالو، هو كيبان بحال هكذا. لا دابا ضعاف، هذه الصوره قديمه شويه، دابا ضعاف. دار اللحيه وما بقاش كبرات شحال. هذا كبرات دابا، داير اللحيه، دابا داير اللحيه، وديجا داير اللحيه ورقيق وخرج فوقيه ودار الصنداله وما تصبرقيه. فوقيه كيدير اللون ديالها؟ فوقيه بيضه، ياك الولد فوقيه بيضه. بيضه الفوقيه، بيضه بلون كاسي، بحال اللون ديالها بلون كاسي. بلون كاسي هو رقيق وطويل. سميتو سعيد. سميتو سعيد، وتكمل كارو بزاف، تكمل كارو، تكملش كميه بالزرب، كارو ورا كارو، كيكبي بزاف، كيكبي بزاف. تيقولوا لكم الناس بانهم شافوه في لساسفه في المدينه القديمه. شافوه في لساسفه الولفه وماشي تشابر. ولكن مؤخرا الناس اكدوا لنا في المدينه القديمه، حيت هو قبل ما يخرج قال تيقول لنا تنهود المدينه القديمه. قبل شحال ملي كان بخير، شو كان شبع الدو، كان عمر المدينه القديمه. اكثر ياكدوا للناس انه في المدينه القديمه. قال لي نسولو تيقول لنا كان هنا وداز، تيقول لنا داز من هنا، داز من هنا، ملي تمشيو ما تلقاوش. تطلب من سكان المدينه القديمه اللي شافوا يتصل بالرقم اللي قلت له الله يرحم والديك، وليسلموا المخفر الشرطه. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف كتشوفوا هاد العائله كتقلب على الابن ديالهم اللي الاسم ديالو سعيد العيوني، مريض نفسانيا، داوه للطبيب وتعالج وما بقاش كيبغي يشرب الدواء. اللي شافوا الله يخليكم يتصل بهذا الرقم 06 55 20 91 22. نعاود الرقم 06 55 20 91. شي كلمه اخيره؟ شي كلمه، نتمنى من اللي شافوا يتصل بينا، ونتمنى حتى واحد يتصاب بهادشي اللي تصبنا به، لان الا كان عندك مريض نفسي يعني انت تتمرض نفسيتك، انت تتمرض، انت تولي تفكر ليه كيفاه. دابا حنا تنفكروا باش الناس ما كيجيكمش الناس في الواد، ما تجيش الناس تنفكروا كي قالت لي ديك النهار واش يكونوا ضربوا، واش يكونوا دايرين لي شي حاجه.
راك عارفه راه بنادم ماشي عايش مع الاحساس الخارج غير تبقى تفكر ليه ومريض ماشي شي واحد اللي ما كيجيكش نعاس. لا لا كيجيكش نعاس؟ اش كيجيكش نعاس؟ كيجيك الناس ولا لا؟ لا ما يجينيش نعاس. هضر الوالد مريض مريضه وزاد دابا مشاكل مشاكل بزاف. يا ربي ما دايرين جهدنا ندير الكوميساريه ولا ولا يجيبوا حيت حنا ديجا ديكلارينا بهم عند حنا ديجا ديكلارينا عند البوليس درنا واحد الريسيرش عند البوليس ديكلاريسيون المهم اللي شافوا ما قدش يدي عند البوليس ولا يتصل براكم عاود هز الصوره ديالو اللي شافوا ديكلاري عند البوليس ولا يتصل براكم الاحسن. المهم اللي بانت ليه القضيه اللي المهم اما يدي عند البوليس ولا ديك ولا يتصل بينا هو ما كينساش. لا ما تنساش يقدر ينسى حيت مؤخرا طول الغيب مولف تيمشي وتيرجع ولكن مؤخرا يقدر ينسى حيت ما تيطول يقدر يكون نسى حيت ما مولفش ما تيطولش 15 يوم 20 يوم وترجع وكانت الخطره طول بزاف. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي نعاود الرقم 0655 20 21 0655 20 21 22.